معانا السيدة أم محمد، هتبقى معانا ومع حضرة النبي. اتفضلي يا أم محمد. اتفضلي. ايوه يا استاذ عمر. اتفضلي يا حاجة أم محمد. ايوه يا استاذ عمر، ما انا هنقول لك انا من سوهاج. احسن ناس. وهنستناك كل عصر، انا ست كبيرة ما نعرفش حاجة، هنستناك ونقعد ما نسمعك. والله 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 ربنا يكبر بخاطرك وطيب خاطرك. انا عندي خليكم، عايزه نوصلك ليا سنه. طيب يا حاجه قولي لي، يا حاجه ام محمد قولي لي، قولي لي اساعد حضرتك ازاي، وربنا يبارك لك زي ما ادخلت السرور على قلبي كده. عايزاك يديك الصحه يا رب ويطول عمرك. ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويزيدك نور وبركه وحفظ. وانت طيب يا حبيبي، انا والله كل عصر هنستناك بس ما نعرفش شيء، خليتهم يتصلوا لي وجمعوك ليا النهارده. ربنا يحفظك. انا عايز ممكن اطلب منك طلب يا حاج ام محمد؟ ايوه يا حبيبي. عشان انا من زمان، عشان انا من زمان من زمان انا كبير في السن شويه يا حاج ام محمد، من زمان يعني ما سمعتش دعوه امي، فممكن تدعي لي يا حاجه؟ الله يطول عمرك يا ام ويسترها معاك يا حبيبي. ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا رب، وربنا يحفظك. ونصلي الفجر حاضر ونعمل كل الخير يا رب. ربنا يحفظك يا رب يا حبيبي، ونخاف من ربنا حتى وانا ماشيه خايفه. ربنا ما تخافيش، يديك الصحه يا رب. ما تخافيش، ربنا يحفظك يا حاجه ام محمد ويزيدك نور وبركه وفضل ونعم. سؤال معي تاني. اتفضلي. نعمل الخير والخير يروح قالب علي. اقول لك حاجه، نزعل. اقول لك تعبت. اقول لك حاجه يا حاجه ام محمد. ايوه حبيبي، في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى عايز يديهم الرزق على قدر وسع عطائه سبحانه وتعالى، فكانه يعني يغار عليهم ان حد يكافئهم عشان ياخدوا الثواب كله. الله سبحانه وتعالى يخلي الناس لا تشكر لهم هذا، وده يظهر في كلام حضرة النبي: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب في النار. ده ربنا بيدخل لك الخير كله. إحنا لما بنعمل الأخلاق الحسنة بنعمل الأخلاق الحسنة وبننظر إلى وجه الكريم. فقالوا لنا أنتوا ليه مش منتظرين حاجة من الناس؟ قال: انشغالنا بجمال رب الناس شغلنا عما في يد الناس. مش عايزين حاجة من حد. وعشان كده يا حاجة محمد ما تزعليش، الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان شاء الله ربنا يوسع عليك ويكرمك يا ام محمد، يا حاجه ام محمد، يعني يا امي ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركه يا حاجه ام محمد.